احنا عملنا معسكر في مصر وكان معسكر مميز جدا 10 ايام، واستعنا مع وعملنا معسكر مع نادي انبي ونادي الزمالك، وكان بالنسبه لنا دي كانت بدايه شغل يعني، او فتره الاعداد لدوره الالعاب العربيه والبطوله العربيه والفترات اللي جايه ان شاء الله. بتعامل على شغل، انا بحاول ان انا اجهز اللعيبه قبل ما يكون فنيا يعني فاهمين ان هم داخلين على بطوله، بوصل لهم الاحساس ان احنا داخلين نلعب على منافسه، مش موضوع ان احنا موجودين. المنتخب ما شاء الله حامل لقب بطوله عربيه وغرب اسيا كمان، يعني هو اوريدي مهيئ لكده. بحاول ان احنا طبعا في اختلاف دوت الالعاب العربيه، كل المنتخبات جايه فول تيم، طموحنا ان احنا ننافس لاعلى حاجه ولاخر حاجه في البطوله، يعني احنا ده كل تفكيرنا اللعيبه، وده طموح انا شخصيا ووصلته للعيبه، ان احنا عاوزين نوصل لاخر يوم في البطوله بننافس فيها ان شاء الله.